السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لي عظيم الشرف بالتواجد في جامعة حضرموت كلية الهندسة والبترول، وطبعا حضرموت واليمن كلها عزيزة على قلوبنا، فالحكمة اليمنية. ولا ننسى ان اول ابراج في العالم هي ابراج اللي كانت موجودة في حضرموت، ما شاء الله حاجة يعني نفتخر ونعتز بيها، ولازم ان احنا ندرسها وازاي نكررها في بلادنا. ومنطقة جميلة جدا، والمناخ فيها كويس، حاجة قوية جدا في موضوع الاستدامة. وده اللي احنا عايزين نأكد عليه، ان مش معنى ان تكنولوجيا جديدة ظهرت وبنحاول نعتمد عليها اننا ننسى الافكار البيئية اللي احنا موجودة في بلادنا وورثناها عن اجدادنا. انا اسمي عمر سليم، متخصص في مجال البيم. طيب ايه هو البيم؟ هو Building Information Management، ان انا ادير معلومات البناء. الهدف ان انا اقدر ادير معلومات البناء بافضل طريقة ممكنة، بحيث ان انا اقلل الهدر واقلل المشاكل اللي ممكن تحصل، وان انا اقلل الوقت بتاع المشروع، وان انا ازود الكفاءة بتاعة المشروع وكفاءة التشغيل للمبنى، واعمل المبنى يكون صديق للبيئة وما يكونش الناس اللي موجودة مضطرة انها تشغل تكييف طول الوقت. ده مثلا مشروع من ضمن المشروعات اتعمل بيم، فاكتشفنا المشاكل في مرحلة التصميم. هي الفكرة كلها في كده، ان لو في مشكلة ما مفوجئش بيها اثناء ما انا شغال في الموقع، لا قبل ما ابدأ احفر انا عارف ان في مشاكل موجودة هتحصل بعد 10 شهور بعد شهرين، وابدأ ان انا اوجد لها حلول. ده تفصيل طبعا. واحنا بنشتغل اكتشفنا ان كان في فعلا مشاكل هتبقى موجوده، فعدلنا في التصميم، اوجدنا حلول بدأنا نفكر فيها، ومعانا الوقت بتاعنا، مش في مشكله في الموقع اوجد اي حل وخلاص. ففكره البيم فادتنا كتير جدا في المشاكل اللي شغالين فيها. طيب البيم ممكن يفيدني في ايه؟ ممكن يفيدني في الانرجي اناليسيس، اقدر احلل الطاقة وأقدر أحلل الرياح والظلال والشمس وكل الحاجات اللي احنا محتاجة ان احنا نحللها بعد ما نخلص المبنى، تشغيل المبنى، ان انا بعرف التكلفة قبل ما ابدأ في المشروع، تحليل الإنارة الطبيعية اللي هتبقى موجودة في المكان، تحليل الموقع بحيث لو انا عندي لسه الارض كلها صحراء افضل مكان ممكن ابني فيه ايه، واقدر اعمل اكتر من محاكاه. يعني قبل البيم كنا شغالين، ما نقولش ان احنا ما كناش بنبني، بس كنت بعمل اناليسز مره او مرتين، يعني المبنى مثلا لو عملناه بالشكل ده هيبقى الكفاءه بتاعته قد ايه، طب لو غيرت الشكل الكفاءه بتاعته هتبقى قد ايه. انما دلوقتي ممكن اعمل 100 اناليسز، ممكن اعمل 100 تصميم مختلف عن طريق ان انا بدخل في بعد ما من خلال البيم بقدر ان انا اخلي فيه اكتر من اقتراح، بنعمل خوارزميات معينه بحيث ان هو يجرب مع نفسه. يعني مش كل واحده من 100 دول باخد فيها وقت، لا ده انا بقول له جرب، خد التصميم اللي في دماغي او اللي انا مفكر فيه وخليه مره مثلا 3 متر، مره 4 متر، مره 5 متر، وابدا يعمل انت الاناليسيس. فبياخد هو الكمبيوتر بسرعه رهيبه، يبدا يغير في التصميم اللي انا عامله اكتر من مره، ويشوف افضل تصميم ويقترح عليا التصميم الافضل. فانا استفدت منه ان هو حسن لي التصميم بتاعي. ساعات كتير جدا بيبقى الواحد مركز على حاجه معينه ومش واخد باله مثلا من القواعد بتاعت مكافحه الحريق او المشاكل اللي ممكن تحصل لو حصل حريق، فهو اوتوماتيك بيبدا يعمل تشيك، يقول لي لا خلي بالك ان في كود الحريق بيقول ان المسافه بين سلم الهروب والتاني لازم ما تزيدش مثلا عن 30 متر او كده حسب كود الدوله، فبينبهني ليها. ممكن يقول لي لا ده خلي بالك ان في منطقه ما فيهاش رشاشات حريق، فانا ممكن اخزن في الاكواد سواء مثلا كود المستشفيات، الكود بتاع السلالم، الكود بتاع التكييف وهكذا، هو يعمل تشيك يتاكد ان التصميم بتاعه صح. وممكن اخليه هو يعمل توزيع معين من خلال ان انا اختار الكود وهو يبدا يوزع من خلال الكود او الحاجات اللي مسجله فيه. هو الميزه ان كله متبرمج، سهل جدا، سهل جدا ان انت تتعامل معاه وتزود الانتاج بتاعك وتتاكد ان التصميم بتاعك صح. ممكن وانت شغال في الاوتوكاد او شغال باي سيستم اخر بتلاقي فيه المشاكل مش ظاهره معاك، لكن لما تيجي تاخد سيكشن تكتشف المشكله،
ممكن احل مشكله هنا بس نتيجه ان انا حركت الضغط دوت تمام او حركت اي حاجه ضرب في مكان تاني وانا مش واخد بالي. ممكن مثلا في حته معينه حركتها مثلا في دور معين ونسيت احركها في دور تاني او نسيت احركها في سيكشن، وبتحصل كتير جدا. ان نزلنا قبل كده موقع بنشوف المبنى ففوجئنا ان الناس شغاله على اللوح اللي هي البلان والسكاشن مختلفه والواجهه مختلفه، وطبعا المالك كان هو عاجبه الواجهه فده غير ده خالص. اللي عدل في دي نسي يعدل في دي، انما في البيم هو بيبقى موديل واحد بس وكل الناس شايفه منه سكاشن، شايفه منه بلانات، شايفه منه اسكادولات وهكذا. وبيحسن الكولابريشن او التعاون بين الاقسام المختلفه والشركات المختلفه. ساعات لو المشروع كبير بيبقى فيه كذا شركه، فالبيم بيديني مكان واحد بس كل المعلومات موجوده فيه، فبنقدر نتشارك مع بعض المعلومه. وده مهم جدا ان ما بيبقاش الفكره كلها اثبات من اللي اخطا، لا اثبات ان احنا مش عايزين اخطاء وعايزين نتفادى المشاكل الموجوده. زائد مثلا بنلاقي يطلع معانا الحصر او يطلع معانا الجداول بالشكل دوت وهي بتتغير اوتوماتيك، يعني مش لازم كل شويه ابدا حصر من جديد، ساعات الحصر ده بياخد وقت. هنا اصبح الحصر الوقت بتاعه صفر صفر، ما باخدش وقت في الحصر خالص، هي الجداول جاهزه واول ما ببدا ارسم حاجه بتبدا تظهر معايا في الجداول، ولو عدلت الجداول بتتعدل اوتوماتيك او في نفس اللحظه. فدي من ضمن الحاجات الفعلا رهيبه جدا، ان هو وفر لي الفكره كلها ان هو وفر لي وقت ان انا افكر في التصميم، ما اضيعش وقتي في الاعمال الروتينيه، ما اقعدش افكر في حاجات تضيع للوقت. موضوع الحصر ده مثلا امثله لموضوع الكليشيهات تمام، هو اوتوماتيك بيلقط اي كليش موجود، يقول لي خلي بالك ده في كليش هنا بين مثلا الاستراكشر والتكييف او المعماري او او او، فنبه لي للمشاكل تمام. هنا مثلا الماسوره مثلا مش خابطه في الباب، بس احنا كنا عاملين حاجه هنا يعني زي ما تقول كلير او مساحه حوالين الباب عشان المفروض تبقى في مساحه، زي مثلا يكون في مكنه ليها صيانه فانا بعمل مساحه كده حوالين المكنه عشان ينفع يتعمل لها صيانه، ما فوجئش ان في حاجه بتمنع عمليه الصيانه. فدي حاجات مشاكل واجهناها قبل كده فانتبهنا ليها، ان احنا نخلي بالنا ان الباب لازم يفتح، فلازم ما يبقاش قدامه حاجه تعوق الفتح بتاعه. ده مثلا بعد ما عملنا الموديل بتاع البيم بدأنا نعمل ووك ثرو تمام. استخدمنا في المثال ده انسكيب، ممكن تستخدم الووك ثرو ان انت تمشي كان في فيديو او حد ماشي في الطريق فبتشوف بعينيك، فممكن تتفاجأ بمشاكل هي مش كلاش بس في حاجه مثلا ناقصه، يعني في عمود مش موجود، في حد مثلا كان عامل السلالم وما كانش حاطط اعمده حواليه، فبعتنا هل المقصود ولا مش مقصود، فطلع فعلا ان هو نسيها في اللوحات دي وهكذا. فمن خلال ووك ثرو ممكن تكتشف اخطاء ما كنتش هتكتشفها غير بعد ما الشغل يخلص، تفاجأ مثلا ان في مواسير ظاهره من الناحيه الثانيه من الحيطه وهكذا تمام. ده اللي هو بنضيف التايم على الشغل، بنضيف الوقت بحيث ان احنا نشوف المبنى وهو بيتبني. الحاجات دي سهله جدا والحاجات دي مشروحه بالتفصيل على موقع بيم اريبيا، بنشرح كل حاجه بالتفصيل ازاي بتتعمل وباكثر من سوفت وير بحيث ان انت السوفت وير المتاح ليك تقدر تتعلمه، ومفيش حاجه صعبه، مفيش حاجه اسمها صعبه تمام. وبالعكس من ضمن الفوائد بتاع البيم ان هو هيدخلك في فكره البرمجه بدون كود، مثلا ممكن تتعلم برمجه اسمها داينامو. ميزه البرمجه بدون كود ان انت بسهوله جدا تقدر تعمل حاجه مش موجوده في البرنامج، يعني مثلا انت عايز مثلا البرنامج مثلا ما بيعملش حاجه معينه، مثلا ما بيعملش مثلا اناليسز للرياح مثلا، فانت ممكن تبرمجها بسهوله جدا مش محتاج تكتب كود، محتاج بس ان انت تبقى عندك فكره معينه، فهتلاقي الداينامو سهل جدا. الداينامو ده اللي موجود في قلب الريفت. ده مثلا لايت اناليسز تمام، بنشوف الصبح بعمل ازاي وبالليل بعمل ازاي، فبنكتشف المشاكل قبل ما ننزل الموقع، بنكتشف ان لا هنا الاضاءه مش حلوه، هنا الاضاءه ممتازه، هنا الشبابيك عامله مشكله، الزرار عامله مشكله. ده هنا الاير فلو، وده مهم جدا للراحه الحراريه، ممكن حد يكون موجود
ويحس مثلا في كل الحاجات اللي هي اللي بتدخلها هاوس سبلاي في حته واحده فعامله مشكله وهكذا. فبنبدا ندرس المشكله، مش لازم نبني المبنى وجيلنا المشاكل. من ضمن برضو الحاجات اللي في كذا مشروع المسافه بين السيلينج والسقف اللي فوق، اللي هو السقف السايت والسقف الحقيقي. ان ساعات كثيره بتاع الكهروميكانيكال مش واخد باله، ممكن يقول لك مثلا انا محتاج مثلا متر ونص، وبعد كده يلاقي نفسه لا محتاج مسافه اكبر عشان يحط الضغطات والبايب، فهو بيحاول يزود على قد ما يقدر، فلو زود اكتر من اللازم ممكن المسافه ما تقضيش. فلذلك من خلال البيم بنكتشف فعلا المسافه اللي انا محتاج قد ايه، هل انا محتاج فعلا متر ونص ولا متر ولا مترين. فالموضوع ده فعلا مشاكل كتيره جدا بيتحل من خلال البيم. كان في مشروع ما اتعملش بالبيم وده برج كبير، تمام، المشكله دي انا كنت موجود فيها، ان هو ما اتعملش بالبيم. فبعد ما بنوا الاستراكشر لقوا يقوم يحط السقف الصوت، لو هيبقى الارتفاع الدور تقريبا مثلا متر 90، فمتر 90 مين اللي هيدخل يقعد في فندق الارتفاع بتاعه بيخبط في راس فلما جم بيتكلموا معانا في المشكله دي خلاص يعني ما الحلول بقى ليها حلول كتيره جدا بس مكلفه وممكن تجيب اجهزه معينه وحاجات زي كده. في برضو مستشفى كان في مكانتين معينين للمرضى المفروض ان هم يجوا ولم ما كانوش عاملين حسابهم في الارتفاع وان في كاميرا موجوده، فعملت مشكله كبيره جدا. ليه؟ لان هو استنى لما المشكله حصلت في موقع وحاول يحلها بعدين، انما في البيم احنا بندرك المشكله قبل ما تحصل وبنوجد حلول. في مره انا سافرت مخصوص للسعوديه عشان كان في مشكله في ارتفاع البيزمنت او الادوار اللي تحت الارض تبقى كام، هو عايز اقل مسافه ممكنه لان الحفر مكلف بس عنده مشكله في المواسير، فعملت له ريديزاين للمواسير الصرف بحيث تمشي في مسافات قليله بحيث ان يقضي 3 متر ونص. بس لما عملنا بالبيم لقينا ان كان هيجي مشكله وارتفاع المواسير الدرينج هتفضل تعمل سلوب وتنزل لحد ما هتوصل لمتر ونص، فالعربيات مش عارف تمشي. فكان التصميم اللي كان عاملينه كان سيء وكان لازم تعمله ريديزاين ولازم نزود ارتفاع الدور. ففي مشاكل كتير جدا بيكتشف المشكله اثناء التنفيذ، فدي مشكله رهيبه جدا. بنقلل هالك، ودي فكره من افكار الاستدامه، ان انا ما اعملش حاجات واقعد اكسرها وبعد ما اعمل الضغطات اكتشف ان في مشكله، لا احنا بنكتشف المشكله قبل ما ننزل الموقع. لان المشروع ممكن يكون محتاج 100 طن وانا احط 500 طن لان كل شويه احط حاجه ونكسر ونعملها تاني وهكذا. دي بعض المشاريع المعموله في البيم. ده مثلا مشروع في مصر جنب الهرم جراند ايجيبشن ميوزيوم، المتحف الكبير ده معمول كله بالبيم، وهو فعلا مشروع صعب يتعمل من غير البيم. يعني مشروع بالحجم ده والتفاصيل الكبيره اللي فيه كان لازم فعلا يتعمل بيم. دي مدينه العالمين الجديده معموله بالبيم، وده ربطنا الجدول الزمني بحيث نشوف الحاجه هتتبني امتى، وده اللي هو متاخد من البرامافيرا، فعندنا الدور دوت هيتعمل في اليوم ده وهكذا. وكان من ضمن المشاكل اللي موجوده هل نطلع بالكور بتاع المركز الاساسي بتاع البرج الاول ولا نطلع دور دور، فجربنا الاثنين، فكان الافضل ان الكور هو اللي يطلع الاول. ده بنشوف بقى اللاندسكيب او الشغل الشبكات اللي تحت الارض، تمام. فعلا يعني ان انت تشغل من غير بيم تحت الارض دي انت مش شايف اصلا حاجه، فبيبقى عندك نقص في المعلومات فبيبقى فيها مشاكل كتير جدا وهتلاقي كلاشات. انما لما بنعملها بالشكل دوت حتى لما تيجي تعمل صيانه بيبقى الموضوع اسهل بكتير. ده مثلا مول مصر، ده برضه اتعمل بيم، مشاريع ضخمه اللي اتعملت في البيم. برضه في مشاريع بيبقى حجمها متوسط او حجمها مش كبير قوي وينفع تستفاد منها في مجال البيم، تمام. ده كتاب ان شاء الله هسيب لكم الرابط وهسيب لكم الباوربوينت بحيث الناس تستفاد منها باذن الله، نتمنى هذا. ولو حد عنده اي سؤال يعني يا ريت يشرفني ويبعت لي الاسئله وان شاء الله نحاول نفكر فيها مع بعض. انا اسمي عمر سليم، هتلاقي على لينكد ان وهكذا. طيب النصائح عمل اللي عايز يتعلم البيم،
ان هو اشتغل بدل ما يتفرج على فيديوهات اي حاجه موجوده عندك مطلوبه منك اوتوكاد اعملها بالبيم وسلمها لهم اوتوكاد لو هم عايزين. ده اللي انا بدات بيه، ان انا الكلام ده كان في 2008 2009 ما كانش حد سمع عن البيم، فكنت انا بعمله اي حاجه تجي لي كاد كنت اعملها بيم واصدرها له كاد واديها له واتعمد ان انا اعمل فيها حاجه 3 دي. صدقني احسن من ان انت تاخد دكتوراه في البيم ان انت تشتغل بايديك. ممكن تاخد دكتوراه في البيم وانت مش قادر ومش فاهم ومش متوقع ايه اللي مطلوب اصلا او ايه اللي هتتعمل وحاجات زي كده. انما لو انت اشتغلت بايديك وبعد كده عايز تدرس عايز تعمل هتلاقي الموضوع اسهل كتير. حاول تتفرج على بعض الفيديوهات، احنا موفرين فيديوهات مجاني على بيم اربيا تقدر تتفرج عليها بدون مقابل، وممكن تنزلها وتحملها عندك وتديها لاصدقائك يا ريت. وبعد كده تطبق وتبدا تلاقيك مشاكل فتبدا تبحث عن حل للمشاكل ديت. تمام، ويكون هدفك ان انت تعمل حاجه صديقه للبيئه، حاجه تفضل موجوده للاجيال اللي هتيجي بعديك، بحيث زي ما احنا بنفتخر بالاجداد عملوهم احفادنا كمان يفتخروا بان هم اجدادهم عملوا حاجه فيها متانه وفيها استدامه وفيها حاجه صديقه للبيئه. الفكره مش في البيم، انت ممكن تعمل البيم ويطلع المبنى ما فيهوش تهويه كويسه او في اي مشاكل موجود في المكان، مش هيبقى مبسوط ان هو متعامل بالبيم ولا تفرق معاه. اللي هيفرق معاه الراحه للانسان، واحنا طول ما احنا بنشتغل بيكون هدفنا الانسان وراحه الانسان من اجل ان يوم الايام ربنا يجزيك كل خير. ونختم بكلمه المهندس المصري حسن فتحي: ان الله لن يسامحني اذا زودت درجه الحراره في البيت 17 درجه متعمدا. يعني لو انا قعدت اعمل الواجهات ازاز وفرحان ان شكلها حلو وجميل بس عماله ترفع درجه الحراره، فاضطر ان انا اجيب اجهزه، فاضطر ان انا كل شويه ادفع فلوس في الكهرباء وندخل في مشاكل كتيره جدا ومشاكل صحيه ومفيش تهويه، لا ده كده تصميم سيء. وجزاكم الله كل خير، والف شكر ليكم، وجزاكم ربنا يجزي كل خير، واتمنى اكون المحاضره في آخر.